السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم متابعينا قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا نقدم لكم أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 13 يناير 2020 تابع معنا الفيديو للنهاية سعر الدولار في بنك قناة السويس 15 جنيه و قرش سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15 جنيه و96 قرش. سعر الدولار في بنك سيب 15 جنيه و94 قرش. سعر الدولار في بنك مصر والبنك الاهلي المصري 15 جنيه و91 قرش. سعر الدولار في بنك الاهلي الكويتي وبنك مصر ايران للتنمية. والبنك الاهلي اليوناني بمصر وبنك عودة 15 جنيه وتسعين قرش. سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي وبنك كريدي اجريكول 15 جنيه وتسعة وثمانين قرش. سعر الدولار في المصرف المتحد 15 جنيه و88 قرش سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15 جنيه و87 قرش بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية والعربية سعر اليورو 17 جنيه و93 قرش سعر الجنيه الاسترليني 20 جنيه و75 قرش سعر الدينار الكويتي 52 جنيه و18 قرش سعر الريال السعودي 4 جنيه و22 قرش سعر الدينار الأردني 22 جنيه و43 قرش سعر الدينار البحريني 41 جنيه و69 قرش سعر الريال القطري 418 قرش. سعر الريال العماني 41 جنيه و 31 قرش. سعر الدرهم الاماراتي 433 قرش. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة، لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.